لا سامح بين كتوي. شفت دمروا كل شيء. هل اليومين اللي فاتوا؟ لا لا المولد 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 شوي المولد خلينا نمشي المولد وخا عن المولد. يا عبد الزر يا اخي وخا عن المولد انت ما تقول لي طشت. يلا يلا نتكلم. دكتور يلا. بسم الله. اولا تفنيد لكل الاشاعات والكلام. الناتو والغرب عندهم تقنية عالية، شوشوا على الاتصالات، عملوا رسائل للشعب الليبي مش عارف عن طريق الشبكة الليبيانة، وقفون البث الإذاعي، عملوا لنا حرب إلكترونية إعلامية لبث الفوضى والذعر في ليبيا، وأيضا سربوا من خلال البحر ومن خلال السيارات المدنية عصابات المخربين إلى داخل البلاد وقاموا بأعمال شوشرة. وشفتوا كيف الشعب الليبي هب الكامل رجال ونساء ومواطنين وقاموا بكسر العمود الفقري للمتمردين والجردان والعصابات أمس واليوم. والآن هنقوم بجولة في مدينة طرابلس في الأماكن الأكثر سخونية وتشوفوا أن الأمور تمام والوضع تمام جدا جدا، فنطمئن ونطمئن العالم كله أن الأوضاع في ليبيا ممتازة جدا والحمد لله. طرابلس الناس كلها تحكي عن طرابلس. يلا الآن احنا الآن هنقوم بجولة في مدينة طرابلس في أكثر الأماكن اللي هم يتكلموا فيها أن فيها معارك واشتباكات الآن. هاي كل بيسلموك إلى المحكمة الجنائية. طز في المحكمة الجنائية اللي بدي وانت اللي بيشتغل فيها. يلا هاي هاي كروتي السيارة وين تعرف نبو نبو زوج لا في واحد ثانية طري دكتورة طلع في السيارة لا ما زحمة أنا بس فيها معدات فامشي وراي دكتور اي شيء بدك اياه انا فرق سوس. هلا رايحين مع بعضنا. الركسوس نمشي الركسوس ناخذ اكثر صحفيين ونقوم بجوله. يلا بسم الله توكل على الله. يلا شباب.